السرية في هذا الأمر يا سيد أوليفر؟ بالتأكيد يا سيدي، لن أتفوه بشيء. حسنا أيها السادة، يجب علي أن أذهب إلى كاليفورنيا. يبدو أن سكان تلك المنطقة يواجهون مشكلة بشأن اختفاء بعض محصولاتهم. بمناسبة الحديث عن كاليفورنيا يا أوليفر، هل سمعت عن هذا الشاب المدعو زورو الملقب بالثعلب؟ تسميه الصحف قاطع طرق كاليفورنيا المقنع. يقولون هنا إنه لم يتمكن أحد من انتزاع قناع الثعلب الماكر. حسنا، إذا كان الجيش الإسباني غير قادر على انتزاع قناعه، فما بالك برجل تحري مثل أوليفر؟ دع ثقتك بي يا سيدي، ربما يكون الأميرال على حق. سوف أعطيك مكافأة ضخمة إذا استطعت أن تنتزع قناع قاطع الطريق المقنع يا أوليفر. 20 سنة وأنا أعمل في هذه المهنة ولم أواجه أي قضية عجزت عن حلها. أنا واثق من قدراتي. أرجو لك التوفيق. ما هذا؟ انظروا، هناك ضوء قادم. أيا كان فإنه يجب علينا أن نتفقده. هيا. كنت أود أن أقول يجب أن ننجو بحياتنا. لدي إحساس سيء عما سيحدث. يا إلهي، إخوانينا، خذي الولد وادخلي إلى المنزل. من وهي العود؟ ابتعد عن أرضي أيها النص. انجو بنفسك أيها الرجل. الآن يا تورنيدو. لا أستطيع رؤية أي شيء بسبب الإشعاعات. ها؟ أين هو؟ لقد اختفى. حقلي، محصولي ضاع. أنا آسف يا سيدي، على الأقل سلمت أنت وأسرتك. إلى اللقاء. السيد أوليفر تيبتون. لابد أنك القائد مونتيسيرو، سمعت عنك. أنا سعيد جدا بمعرفتك. هذا شعور متبادل. تلك المشكلة التي كتبت لك عنها سابقا لم تحل بعد. إذا أخفقت في إيقاف سرقة المحصولات فسيهتز مركزي العسكري وسوف أتعرض للعقوبة أيضا يا سيدي. هل وقعت حوادث أخرى من ذلك النوع؟ نعم، منذ يومين وقعت حادثة سرقة أيضا، أبيدت حقل أخرى من الحبوب. تمنيت لو أن زورو أبيد معها أيضا. حسنا، حدثني عن قاطع الطرق المقنع أيها القائد. زورو؟ إنه لص خطير جدا. كم أتوق إلى رؤيته خلف قضبان السجن. إذن لم تتمكن من الإمساك به؟ لا، لكن لدي بعض الأمور التي تشغل بالي أكثر من زورو. يمكنك أن تسترخي الآن أيها القائد. أوليفر تيبتون تولى القضية. طاب مساؤك. يبدو أننا محظوظون يا سيد إغناسيو، لم تتعرض حقولنا لأي هجوم حتى الآن. هذا صحيح، يجب أن تحل هذه المشكلة وإلا أبيدت محصولاتنا. طاب يومكم. اسمي أوليفر تيبتون، هل لي ببعض المعلومات يا سادة؟ أهلا بك، أنت رجل الشرطة المشهور. سمعت بي إذن؟ نعم، ومن الذي لم يسمع برجل الشرطة المشهور أوليفر تيبتون؟ نعم، ألقى القبض على الذين سرقوا مجوهرات زوجتي الحاكم. هل أتيت لقضاء إجازة أم أنك تحاول حل القضية؟ إنه عمل صعب جدا، لقد كلفني سيدي الحاكم شخصيا بحل مشكلة اختفاء المحصولات هنا.
أود أن أسألكم بعض الأسئلة إن كنتم لا تمانعون. أرجو أن نستطيع تقديم المساعدة، لكن من حسن الحظ أن أحدنا لم يتعرض لهذا بعد. لدي بعض الأسئلة عن زورو أيضا. يقول القائد إنه لص خطير جدا. هذا ليس صحيحا، زورو يقاتل من أجل حقوق الناس فقط، وهذه فكرة لا تعجب القائد مونتيسيرو. وأنت ما رأيك في قاطع الطريق المقنع؟ أنا لا أعرف شيئا عنه يا سيدي، لم ألتقه وجها لوجه. والآن شكرا لكم جميعا، وداعا. لم يظهر لص المحصولات منذ أسبوع، لكن لدي إحساس غريب بأن شيئا خطيرا سيحدث هذه الليلة. علينا أن نحاول إيقاف هذا الوحش يا تورنيدو. هيا! هناك شيء داخل الضوء. ما الذي يفعله زورو الآن يا ترى؟ أعرف يا تورنيدو، نحن ملاحقون. هيا. كم أنت ذكي يا زورو. تقع مزرعة لويز أمامنا مباشرة. أفرغ الحمولة. أهذا كل شيء يا فان؟ فسر لي هذا. هاجمنا زورو ثانية، لذلك لم نستطع سرقة محصولات أكثر من هذه. اقتلوا ذلك المتطفل. سيدي، لا نستطيع دون عرض الصور العملاقة إخافة المزارعين وإبعادهم عن طريقنا. من الواضح أن زورو قد اكتشف خدعنا، لا يمكن أن نغامر بأي تأخير. فليفرغ الرجال جميع الحمولة واستعدوا لنقل الوقود. سنقوم بضربتنا ليلة الغد. واثق أنه السيد أوليفر؟ بكل تأكيد، حاول أن يتبعني إلى هنا. إذن لم يأتي لحل لغز اختفاء المحصولات فقط، بل لملاحقتي. إذن يجب على زورو أن يغيب عن الأنظار عدة أيام. لا، أنا على وشك أن أكتشف من يقف وراء سرقة المحصولات، وأوليفر متحمس للوصول إلى ذلك أيضا. لقد وجدت هذا في المزرعة التي تعرضت للسرقة هذه الليلة. نعم بالضبط يا برناردو، إنه وقود، وهذا النوع يصنع من الحبوب. ولكن ما السبب الذي يجعل شخصا يسرق حقولا من الحبوب لصنع ذلك الوقود؟ أنت محق. ماذا هناك؟ يقول برناردو إنه من أجل صنع هذا الوقود لابد من وجود رأس مال كبير. إيزابيلا. نعم. علينا أن نقوم بجولة صباح الغد. أشكرك على وقتك الذي خصصته لمقابلتي يا سيد أوليفر. كيف أستطيع مساعدتك يا آنسة؟ لقد كنت أفكر فيما قلته في ذلك اليوم. أنت لا تعتقد أن لزورو علاقة بسرقة الحبوب؟ على العكس، فهو يحاول حل لغز السرقة مثل أنا. أما بالنسبة لاهتمام بزورو فإنه أمر شخصي. لقد تعهدت لرؤسائي أن أنتزع قناع ذلك الشاب،
وهل عرفت من هو ذلك المقنع يا سيد أوليفر؟ ليس بعد يا أنستي، إذا كنت تعرفين شيئا فعليك أن تخبريني حالا. حسنا، لكن هذه شائعات فحسب، معظم الناس يعتقدون أنه جندي، وإلا فكيف تعلم فنون القتال؟ هذا ممكن، وهو يفسر لنا سبب العداء الدائم بين زورو ومونتيسيرو. بالضبط، وعلى الأرجح أنه واحد من رجال مونتيسيرو. لو كنت مكانك سيد أوليفر لأجريت تحرياتي في الموقع العسكري. أمل أن تكون قد استفدت من معلوماتي. حقا أعطيتني معلومات مفيدة جدا يا أنستي، أشكرك. كان يمكنك أن تكوني شرطية ناجحة لولا صراحتك الزائدة. هل اكتشفت شيئا؟ لقد عاهد أوليفر رؤساءه على كشف شخصية زورو، وهو على وشك معرفة مخبئه. أعطيته المعلومات الخاطئة التي اتفقنا عليها، أعتقد أنه أكل الطعم. هل تحدثت إلى صاحب المخزن يا دييغو؟ نعم، لقد أعطاني اسم رجل اشترى كمية كبيرة من المواد لصنع الوقود، السيد إسيدرو، شارع أوتمن ميل. لماذا تناقش إيزابيلا توريس ودييغو دي لا فيغا في معلومات كهذه؟ إلا إذا... سيد إسيدرو؟ نعم. اسمي أوليفر تيبتون، أنا رجل شرطة وأعمل لحل لغز سرقة المحصولات. اشتريت كمية من بعض المواد منذ أسبوعين، وآمل ألا أكون قد تأخرت. وما شأني؟ تلك المواد كانت فاسدة يا سيد، وإذا استخدمتها تصاب بعدة أمراض. لا مشكلة لدي، لم أشتريها لنفسي، لقد أعطاني رجل بعض النقود لأشتريها له، لكنه لم يخبرني باسمه أو من أين أتى. أخذ المواد وركب حصانه وانطلق جنوبا. وهل كان يحمل معه أشياء أخرى على حصانه؟ إنه زورو. زورو؟ لماذا هو قادم إلى هنا؟ ربما يكون هو الذي اشترى المواد، وعندما اكتشف أنها فاسدة جاء إلى هنا. اختبئ بين الأشجار وأنا سأهتم بأمره. حسنا. هل أنت السيد إسيدرو؟ لا، أنا خوان روفاس. يعيش السيد إسيدرو على بعد 5 أميال إلى الشمال. شكرا لك يا سيدي، آسف للإزعاج. ليس هناك أي إزعاج يا زورو. أي إزعاج؟ الوقود. يجب أن أذهب وأخبر السيدة مونتيسيرو حالا. خطوة واحدة فقط وسأقطع رأسك. ارمي سلاحك. لا داعي للقلق يا سادة، إنها مظلة غير مؤذية. أهلا، أهلا بالسيد أوليفر تيبتون. كم أنا سعيد لرؤيتك هنا أيها الأميرال وكسلر. ممتاز، سمعت أن مونتيسيرو عين شخصا ليساعده، ولم يخطر لي أبدا أن أفضل رجل شرطة في لندن سيهتم بأمر الحبوب الإسبانية. لا أهتم بهذا الأمر، ولكنني أقوم به للتغطية. لقد شك الضابط هيفن هورس أنك مختبئ في كاليفورنيا، وأرسلني لإعادتك إلى بريطانيا لتحاكم بتهمة الخيانة. الخيانة؟ إن كان هناك أحد مذنب بالخيانة فهي إنجلترا. لو قدموا إلي السفن التي كنت في حاجة إليها لربحنا الحرب بدل الاستسلام للأمريكيين. لم يكن فرارك مع ذلك العدد الكبير من الجنود طريقة جيدة لإظهار إخلاصك. أنت محق، ولكنني سأحقق حلمي.
ألا يمكن أن تكون جادا؟ ليس لديك أي سفينة. بل لدي يا سيد تيبتون سفينة خاصة جدا، وسأخذك في جولة خاصة إلى سجن السفينة. خذوه إلى السجن. ضعوا كل شيء في العربات، يجب أن نغادر إلى الميناء حالا. حاضر. لابد أن ذلك الرجل الذي قابلته قد قام بخداعنا. أريد أن أعرف ما الذي يحدث هنا بالضبط. تلك هي سفينتي يا سيد أوليفر، لقد عدلت تصاميم دافنشي وصنعت أول سفينة حربية متطورة في العالم. أنوي أن أخذها إلى الشرق وأبحر بها تحت نهر بوتوماك وأغزو لندن. هذا مستحيل، ستنجرف مع التيار من دون وجود محركات قوية. ولكنني قمت بتزويدها بمراجل بخارية تكسبها سرعة كبيرة، وسأصل إلى الساحل الشرقي بعد شهر. سيدي، لم يزود مطبخ السفينة بالمؤونة اللازمة للرحلة. لا بأس، خذ بعض الرجال إلى البلدة وأحضر المؤونة من المخزن. حاضر. هل انتهيت أيها الرجل؟ نعم، أصبح كل شيء في العربة. إلى اللقاء. أين كنت كل هذه المدة؟ هل أنت بخير؟ صديقنا أوليفر يسبب مشكلات أكثر مما توقعنا بطريقته هذا. لقد وصل إلى السيد إيسيدرو قبلي. برناردو؟ مفكرة؟ لأوليفر؟ ما الذي أوصل هذه المفكرة إلى يديك؟ يقول إنه وجد الشخص المسؤول عن سرقة الحبوب. إنه بحار بريطاني اسمه ويكسلر. صنع سفينة حربية متطورة وينوي أن يهاجم عاصمة المملكة المتحدة. نعم يا صديقي، الآن هو أفضل وقت لاختبار اختراعك. شغلوا المراجل البخارية بأقصى طاقة. حاضر سيدي. شغلوا مروحة الدفع. اغطسوا. إنه يسرق القارب، الحقوا به. سيدي، سيسد زورو طريقنا، هل أنعطف قليلا؟ لا، دمروه. توقف. كيف لجنود مثلكم أن يهاجموا رجل شرطة مثلي؟ جيد، لقد تخلصنا من زورو. لقد انتهى زورو. هيه
أين خزانات الوقود؟ من هنا. عندما يصل الوقود إلى لهب المرجل سيسبب انفجارا. كم يستغرق ذلك؟ 5 ثوان. أنا القائد مونتيسيرو، أنت ورجالك رهن الاعتقال يا سيد أكسلار. لا أعرف كيف أشكرك يا زورو. لا 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 أبدا يا سيد أوليفر، أنا الذي يجب أن أشكرك. لقد درست أساليبك واستخدمت الكثير من تقنياتك. يبدو أنني سأخلف العهد مع رؤسائي في لندن ولن أحصل على المكافأة. نعم، أعتقد أن كشف شخصية زورو هي أول قضية لم تستطع حلها. لا تتسرع في الوصول إلى نتائج الآن أيها الشاب، فأنا لن أتخلى عن هذه الفكرة، ولكنني سأكتشف ذلك فيما بعد.